وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير الأهرام العربي، أكد الكشكي أن قانون تداول المعلومات لا يهم الصحفيين والإعلاميين فقط، بل يهم جموع المواطنين. كذلك على هامش انعقاد ثالث جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة النصر. جلسة اليوم الحقيقة تتناول قضيتين غاية في الأهمية، قانون تداول قانون حرية وتداول المعلومات وعدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ والتفرغ لمهمهم كنواب في غرفتي البرلمان. في الحقيقة الجلستين مهمتين يهموا الرأي العام، قضية تداول قانون تداول الحريات الدستور 2014 نص عليه، المادة 68 نصت بوضوح شديد جدا، وبات من المهم إصدار هذا القانون. هذا القانون قانون يساعد في التقدم نحو الأمام، يمنع الشائعات، يمنع التربص، أو يحد يضع ضوابط على الأقل لمحاولات التربص التي تحيط بالدولة المصرية، يكشف الحقائق. وبالمناسبة هذا القانون لا يعني لا يتعلق فقط بالصحافة والإعلام، ولكن يتعلق بكل المهن الموجودة، وبالتالي نص الدستوري آن الأوان أن يطبق. في هذه الجلسة سنستمع لكل النقاشات متباينة من مختلف الأطياف السياسية والخبراء والمتخصصين.